الله المفروض علينا في اليوم والليلة، والله يكتب أجرنا وأجركم. المحور الثاني اللي عندنا وهو هذه المبادرة اللي نرجي الله تعالى يتقبلها منا ومنكم. والإنسان زي ما قلنا في هذا العمر مجرد اختبار ورحلة قصيرة سوف تنتهي بدون ما ندري. خلقنا في هذه الدنيا وما استشرنا وبنخرج منها بدون ما نستشر، وجينا لهذه الدنيا ونحن نبكي ومن حوالينا يضحك فرحانين بهذا المولود. والصالح منكم إن شاء الله سوف يرحل من هذه الدنيا، واللي حواليه يبكون على فرقه وهو مبسوط يتنعم. الله يجعلنا وإياكم من الصالحين. فالواجب أن نتزود بالأعمال الخيرة في هذه الدنيا ونعمل، وحتى العمل اللي ما نقدره ندل عليه، لأن في الحديث كما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. وتعلمون أننا قائمين على هذه المبادرة النبيلة وهي وقف اليتيم بمكة المكرمة. هذا الوقف الذي يعتني ويهتم بفئة غالية علينا، وهي فئة يعني قدرها كبير في الإسلام. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. يا أخواني، اليتيم اللي فقد الأم أو فقد الأب أو فقد كليهما ما له بعد الله تعالى إلا أنتم أيها الخيرون والخيرات في هذا المجتمع الطيب المبارك تقومون على رعايته. والحمد لله أن الله سخرنا هذه الجمعيات، والله يعز دولتنا اللي صرحت لها ونظمتها وحوكمتها وراقبتها واختارت من عليها من قائمين بالأعمال، وسوت لهم مسح أمني وسوت لهم جميع الشروط والأنظمة لكي تضمن أن أموالكم وصدقاتكم وزكواتكم سوف تنصرف في الوجه الصحيح اللي أنتم تبغونه بإذن الله تعالى. فالحمد لله هذه الجمعيات كفتني وكفتكم في بعض المهام اللي هي يعني هي من باب التكافل بين المسلمين، لأنكم كما تعلمون أن مثل توادنا وتراحمنا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واليتيم يمكنه ابن عمي ابن عمك من جماعتي من جماعتك ولد جارك ولد خالك، بعضهم متعفف بعضهم ما يبغى يقول أنا محتاج. فهذه الجمعيات تعتني بهم منذ ينخلقون في هذه الدنيا، ثم دراستهم في الابتدائي والمتوسط ثم الثانوي ثم حتى الجامعة، تشري لهم بيوت وتزوجهم وتوظفهم وتقوم بهم. وهؤلاء يا أخواني لن يستمر هذا العمل إلا بالعطاء، وخاصة من مثلكم وشرواكم. فنحن في هذه البرنامج يعني نبغى يكون لنا ولكم بصمة، نبغى ندلكم على باب خير ونقول هذا الباب يا مسلمين تسابقوا إلى الخيرات، وإن شاء الله أن ما نندبكم إلا العلم أن يرضي الله تعالى ويجملكم في الدنيا والآخرة. الكريم صفة يحب الله ورسوله، وعز الكرم وذروة سنام الكرم هو إذا كان لله تعالى، إذا كان في الإنفاق على اليتيم وعلى المحتاج وعلى المسكين ودعم هذه الجمعيات، هذا أنبل وأجل الأعمال يا إخواني. الوقف في مكة المكرمة البلد التي يضاعف فيها الأعمال، كما تعلمون أن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، وقالوا بعض العلماء أنها قس عليها جميع الأعمال الصالحة في مكة. والوقف في مكة المكرمة، والوقف هو نفع متعدي عدادات ما توقف حتى بعد موتك إلى أن يبعث الله الأرض من عليها، والوقت شغال حسنات تجي عندك. وبشركم المساهمة بسيطة جدا، السهم العام 300 ريال فقط لا غير، يعني ما هي بشيء يا أخواني. حط اسمك يعني حضور في كل وقف، في كل دعم الجمعية، في كل ما تشوفه يدعم المسلمين، وأنت راك المحظوظ. ترى الله غني عنا وعن أموالنا وعن صدقاتنا، والله إنه غني عنا وعن الدنيا هذه كلها، ما تسوى عند الله جناح بعوضة الدنيا هذه كلها. أصل لو الدنيا عند الله مهمة ما أعطى منها الكفار والملحدين واللي يعصونه عنهم يتنعمون، بل بالعكس بعضهم يمكن عايش في طبيعة في حياة أحسن من طبيعتنا، أنهار وحدائق ينعمهم الله تعالى، لأن يدري إن هذه الدنيا ما تسوى عند الشيء، العبرة في الآخرة يا إخواني. فأدعوكم وأندبكم أنا وجميع من حضر معي، وأنا وضيوف الدائمين وضيوف اللي حضروا معنا اليوم، وكل من يحضر معنا يا إخواني، كل من يحب الخير يتمنى أنه يشارك في مثل هذه الأعمال حتى لو بالكلمة. حنا بنفتح اليوم لكم أيضا مجال الاتصالات، الأرقام تشوفونها موجودة على الشاشات، اللي يبغى يعني يهدي سهم لوالده.